انتبهي معكم مشاهدينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج على الموعد، وبيسعدني استضيف معي لايف كوتش دارين أمهز بيضون تنحكي عن أهمية الكوميونيكيشن بحياتنا اليومية. أهلا وسهلا فيك دارين. أهلا فيك باتريسيا. دارين، بالبداية خبرينا عن شو دور اللايف كوتشنج؟ اوكي، اللايف كوتشنج هي هلا ترند ليتلي جديدة بالعالم العربي. هو مدرب الحياة، شغلته يتفاعل خلال الجلسات اللي بيعملها مع المتدرب لحتى يوصل لأهداف معينة المتدرب حابب يوصل لها. وبلاس اللايف كوتش هو شغلته تو اكسبلور ال الكامنة البهارات اللي بتبقى موجودة عند المتدرب ولكن منه ما عارف يوصلها أو ما عارف كيف يكتشفها. فشغلة اللايف كوتش إنه يساعده لحتى يوصل لهذه البهارات، لأنه كلنا نحن عنا مهارات معينة ولكن نتيجة تربية معينة أو ظروف معينة مارقين فيها يمكن أوقات ما بنبقى مكتشفينها. سو اللايف كوتش بيساعده لحتى يكتشف هذه المهارات، وبلس أهم شيء انه بيقدر يحول من التفكير السلبي للتفكير الايجابي عن طريق طرح اسئله فعاله، وبيطلب اكزرسيسات معينه من المتدرب لحتى يعملها ليكون في تطور ذاتي. بتعرفي كلنا عم نتحاور مع بعض كل يوم نتواصل، شو مفهوم التواصل وشو اهميته؟ التواصل الكوميونيكيشن هو اهم شيء بحياتنا، لانه هو اللي بخلينا نعبر عن كل شيء، رسائل موجوده بداخلنا. سو التواصل هو بيكون تفاعل بين شخص و بين شخص وشخص، او شخص ومجموعه، او مجموعه مع بعض. فالتواصل بيبقى هو بياخد رساله معينه الشخص لحتى ينقل لك اياها، بتبقى معلومه او بيبقى مشاعر معينه، مشاعر محدده بده يعبر عنها بطرق عده. خلينا نحكي بالتفصيل، شو هن انواع التواصل؟ اوكي، انواع التواصل هن نوعين، اللفظي والغير لفظي، الفيربال والبارافيربال. التواصل اللفظي الفيربال كوميونيكيشن هو عن طريق الحكي او الريتن، الحكي او الكتابه. سو الحكي انه لما نحن بنحكي مع بعض، الكتابه عن طريق الايميل، الواتساب، التكست مسجز، هيدي كلها كمان بنسميها تواصل. الغير اللفظي اللي هو لغه الجسد، الفيشل اكسبريشن، تعابير الوجه، الاي كونتاكت، ونبره الصوت. هيدا اهم شيء. اكزاكتلي. وليكون التواصل عن جد فعال وتقدري تنقلي الرساله بطريقه مظبوطه، ان كانه بشغلك ولا بين البنت والشاب بارتنرز، او مع اصحابك، او مع الليدر، مع البوس بالشغل. لازم نقدر نتقن الفيربل والبارافيربل، يعني لازم نقدر نتقن اللفظي وغير اللفظي لحتى توصل بطريقة فعالة. أي متى بتحسي أنه طريقة التواصل عم بتأثر على الآخر سلباً، وأي متى بتحسي أنه بتأثر إيجاباً؟ أوكي، نحن علم الاجتماع بيقول أنه 84% من المشاكل هي لأنه ما بتنقل المسج بطريقة مظبوطة. سو عشان هيك بصير في خلاف بين الأشخاص، إذا كان بالشغل ولا بالحياة الشخصية، لأنه بتبقى البرسبشن، طريقة تفكيرك أنت غير طريقة تفكير الشخص الثاني. سو لما يا بدك تنقليها بطريقة فعالة لحتى الشخص الثاني يفهمك، أو بدك تنقليها بطريقة غلط، هون بتصير المشاكل. فعشان هيك كتير مهم انه نستعمل الاثنين، البادي لانجويج، نبرة الصوت، الاي كونتاكت مع الحكي. وعلم النفس وعلم الاجتماع بيقول انه 55% البادي لانجويج بيأثر على لغة التواصل. يعني تخيلي قديش مهم البادي لانجويج. 38% نبرة الصوت، 7% بس الكلام. يعني تشوفي قديش لازم يكون في كومبينيشن بين التواصل الغير لفظي والتواصل اللفظي. أكيد. هلا بما إنه عم نحكي عن نبرة الصوت والتعبير، قديه بيأثروا إنه يحلوا مشكل بين اثنين، أو إنه بالعكس يزيدوا من تفاقم المشكلة؟
اكزاكتلي exactly. هون بصير انه لما انت بدك تنقلي اي مسج للشخص اللي عم تحكي معه بدك تقدري تعملي كومبينيشن كيف تنقليها بطريقه فعاله. ليه؟ لانه الهدف تعولك هو يكون وين وين سوليوشن، يعني انت بدك تكوني مرتاحه والشخص الثاني بده يكون مرتاح، فباي طريقه بدي اوصل لهيدا الوين وين سوليوشن هو لما انا بعبر بالكوميونيكيشن بنبره صوت معين، يعني ما بدها تكون نبره صوتي عاليه، ما بدها تكون نبره صوتي واطيه، واوقات في مطارح لازم اعمل ميكستشر بالتون او بالبيتش لحتى تجذب غيرك كانه بالشغل ولا حتى يور بارتنر ولا رفيقتك. فلما انت بصير في مزيج بالتون بتجذب الشخص الاخر لحتى يسمعك اكثر وهيك بيفهمك اكثر. بنوصل للبادي لانجويج اللي كمان بتاثر بطريقه سلبيه وايجابيه. في كتير فرق، مثلا كون قاعده معك هلا وانا عامله هيك مسكره على حالي بتحسي حالك انه في بلوك exactly. ما في كوميونيكيشن اخذ وعطى بين الاثنين، ايه فبصير في بلوك وما بنعود ناخذ ونعطي لانه انا مسكره على حالي. ففي فرق بين انه نكون قاعدين فاتحه ايدي عامله اي كونتاكت معك لحتى اوصل لك المسج بطريقه تقدري تفهميها صح مش غلط. اكيد. كرمال البادي لانجويج، شو القصص اللي لازم الواحد ينتبه لها بالبادي لانجويج تيعطي الجود امبريشن لغيرك، خاصه اذا كنت بالشغل يمكن اول مره عم تحكي مع حدا ان كان زبون او كان زميل لك، شو القصص اللي لازم ينتبه لها الواحد؟ اوكي، نحن قلنا انه البادي لانجويج بتاثر على التواصل 55%، سو يعني هيدي بتبقى موضوع كثير كبير قصه البادي لانجويج، بس في تيبس معينين ممكن انه نستعملهم بالحياه اليوميه وكثير بفيدونا بالشغل، اللي هو انه فور اكزامبل انه يكون ظهرك جالس، كتافك جالسين. توني روبنز بيقول ايموشنز ار كرييتد باي ايموشنز، يعني قد ايه مهمه انه البادي لانجويج تكوني واقفه ستريت، تكوني منن ايديك واسعه من حالك اكزاكتلي exactly. ايديك مش مشبكين مع بعض، عم تعطي اي كونتاكت كل الوقت. نحن عندنا بطريقه غلط انه نحن وصغار، مثلا اكيد ما بنلومهم لاهلنا ولا للمعلمات انه لما تحكي وطي راسك بالارض، هيدا كثير غلط. سو نحن لازم لا بس نحكي، بدنا نتطلع لانه كثير انت رده فعلك بتكون انه ليه ما عم تتطلع فيه، ليش عم تعمل هيك ما عم تتطلع فيه، فبتصير يروح افكارك على جادجمنت انه شو بها، ما بتقعدي تركزي على الحكي اكزاكتلي exactly. صح. سو البادي لانجويج هي بتجذب الشخص الثاني بطريقه الحكي، بطريقه حركه الايدين والفيشل اكسبريشن، اكيد بتاثر بطريقه ايجابيه او سلبيه على النتيجه. بتعرفي اوقات الشخص ما بيفهم وجهة نظر الآخر أو بيكون فهم الفكرة غلط، يمكن المتلقي ما عم يعرف يوصله المساج للشخص الآخر. شو القواعد اللي لازم الواحد ينتبه لها تيقوي التواصل اللفظي مع الشخص الآخر؟ أهم نقطة بالكوميونيكيشن هي listening skills، هو طريقة نسمع، كيف نسمع، هيدي كتير مهمة. كمان نحن عنا في طبع فينا انه بنسمع لنرد الجواب، ما بنسمع لنفهم. صح. اوكي، سو بالكوميونيكيشن انا كثير بشدد بالتريننجز عندي انه بدنا نسمع، كثير مهم نسمع لحتى نعرف نجاوب، لحتى نعرف نحل مشكله. روبرت كيوساكي اللي عمل كتاب بور داد ريتش داد بيقول الله خلق دينتين وتب واحد، يعني نحن لازم نسمع اكثر ما نحكي. ليه؟ لانه نحن لما نسمع بنفهم اكثر. يمكن اوقات تكون انا اذا عم نحكي بالشغل اخذ منك موقف معين، فانا بدي اسمعك، يمكن لما اسمعك يتغير هذا الموقف، يمكن لاقي انه انا كنت فهمانتك غلط. ففي للليسننج سكيلز له اصول، يعني انك تسمع الشخص للاخر، هو وعم يحكي الشخص ما تكوني جادجمنتال، يعني ما تصير تقولي شو قصده ليش هيك عمل، لا انت شغلتك انك تسمعي. لانه برجع بشدد دائما على نقطه انه الهدف هو وين وين سوليوشن، انت تكوني مرتاحه والشخص الثاني يكون مرتاح. وبلس في نقطه كثير مهمه بسموها بالسايكولوجي بوزيتيف انر ثينكينج، يعني
انه قبل ما تشوفي اي شخص your energy, نحن our energy is contagious, بتعدي. So انا بدي يكون دايما عندي positive حكي عنك لحتى بس اقعد معك تحسي بهيدا الشيء. لانه اذا انا بداخلي انا وعم بحكي وانت عم تسمعيني بس 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 انت من جواتك عم بتقولي انه افت زهقتني امتى ما مصدق امتى تخلص الحلقه بلا بلا بلا, بدي احس بهيدي الانرجي. بس لما بيكون دائما انت عم تحكي بطريقه بوزيتيف بينك وبين حالك عني, هيدي الانرجي رح احس فيها, بقدر اعبر اكثر, وهيك بنوصل لحل. بتعرفي مثل ما بتقولي اوقات الشخص الاخر بياثر سلبا او ايجابا عليك. الكوميونيكيشن ما بتتوقف بس بالحكي يعني بيني وبينك لايف, كمان مهم الكوميونيكيشن على مواقع التواصل الاجتماعي, كان تويتر كان فيسبوك كان انستغرام. اوقات كثير بنقرا فيك نيوز, واوقات مثلا بيبعثوا لنا ناس مسج مزيف من شخص انون. فقد ايه هيدا مهم الموضوع ننتبه له تما نوقع بالغلط وياثر سلبا علينا. اوكي, لما بيكون الكوميونيكيشن عن طريق الريتن, يعني كل شيء تويتر لينكد ان ايميل مسجز, فهيدي المفروض تكون الكوميونيكيشن فورمال, يعني يا شغل يا في شيء انفورميشن معينه بدك تتلاقيها. هون ما بيعود ياثر البادي لانجوج لانك انت كل تركيزك على على هيدا الحكي. فاللي بده يصير انه انت بدك تركزي بس على الكلام بهالطريقه, يا يا بتاخديها انه هيدي المعلومه هي ادد فاليو لإلي, او لا ما بتنفع ناسه بدي شيلها على جنب. يعني انا ما في دائما انه اذا بدي اسمع اخبار سيئه تنقول, او بدي اسمع سياسه عم تزعجني, او اي اخبار على التي في, فانا بدي اشوف شو البرايوريتي تاعيتي. انا البرايوريتي تاعيتي انه انه ركز على الاخبار السيئه, ولا لا البرايوريتي تاعيتي انه انا اسمع شيء بوزيتيف لحتى ضلني موتيفيتد كل الوقت. فهون انت بصير الانسان خياره, بحب يسمع اخبار متعبه اخبار بتتعب له نفسيته, ولا لا في يعمل بلوك وما يقرا على تويتر اشياء بتزعجه, ويركز على الاشياء اللي هو حاببها. سو هي يعني بتتعلق بالشخص ذاته, انت وين ميولك. دارين, خلينا نحكي عن اهميه التواصل مع مدراء العمل, لانه اوقات هيدا الشغله اقل غلطه بتكلفك يا انه تقدمي استقالتك يا انه تنشحتي. اوكي, فبليز خلينا اكزاكتلي هون بصير التواصل الفعال. شوفي قد ايه بياثر بحياتنا بالحياه العمليه. لما بيكون في تواصل فعال بخف ستريس بالشغل, لانه لما انت تعبري بطريقه فعاله لمدير العمل او لزميلك, لما تعبري بطريقه فعاله انت هيك طلعتي هيدا الايموشن بطريقه فعاله, سو بتحسي حالك ارتحتي خف ستريس. غير ما انه انت ما عم تعرفي تعبري عن اللي بداخلك, بصير في عندك ستريس وتنشن, وممكن يصير في مشاكل بينك وبين مدير العمل لانك انت ما عرفتي تعبري. كمان بياثر كثير على الانتاجيه بالشغل. يعني تخيل لحد وين الكوميونيكيشن بيأثر بحياتنا, انه انت اذا ما عرفتي تعبري بطريقة فعالة ممكن مثلا ما تترقي, ممكن يفللك من الشغل, ممكن يفهمك المدير غلط. فكمان بدك تعبري بطريقة فعالة, اللي هو بدك تستعملي الكلام المظبوط مع نبرة الصوت اللي دايما لازم تكون بالوسط, مع البادي لانجوج اللي انت اوبن لأي شيء. يعني انت جاي فور اكزامبل عم تحكي مع مدير العمل عندك مشكله, الكوميونيكيشن كثير بيساعد, الافكتيف كوميونيكيشن كثير بيساعد ليحل المشاكل. سو لما انت تيجي تعبري عن مشارك, لانه نحن حياتنا كلها مشاعر بالشغل بالحياه البيرسونال لايف كلها مشاعر, سو لما انت تعبري بطريقه فعاله المدير رح يتعاطف معك. بس انت لما تعبري بطريقه عصبيه كمان رح يصير في مشاكل وبتفوتي بدوامه تاني. سو هيدا بيرجع كمان خيار للانسان باي طريقه لازم يحكي. اوكي دارين, بدي اتشكرك على هيدا الحلقه المميزه. ثانك يو, بتشكر لك باتريسيا, ثانك يو فيري ماتش لاستضافتكم لإلي. ماي بليجر. مشاهدينا, لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج على الموعد. ملتقانا معكم من الاثنين للجمعه من 9:30 ل 12 الظهر, كما وانه فيكم تتابعونا باعاده على اليوتيوب شانل مريم تي في لبنان.